السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل شيخ مصطفى، عندي بعض الأسئلة. تفضل. أول سؤال، أنا في الصف الثالث الثانوي، والكتب يعني في كتب مكتوب عليها ممنوع التصوير ولا إتاحتها عن طريق الإنترنت ولا إتاحتها عن طريق PDF، لكن الكتب يعني كتاب يعادل 500 جنيه، فيعني لا يمكن تصويرها نهائيا ولا إيه؟ كتب، عفوا، الناشرون مصريون أم الناشرون كفار؟ مصريون، كتب الدراسة يعني العربي والنحو والحاجات دي والأحياء والكيمياء والفيزياء. العرف جرى أنك إذا كنت ستصور صورة واحدة لنفسك لعدم استطاعتك فالأمر فيه تجوز، العرف يجوزه، أما إذا كنت ستتاجر في الكتاب أو تشتري من تاجر يسرق كتب الناس فتمنع. بارك الله فيك. نعم. سؤال آخر، تفضل. يعني